فتوح وعمر. انا يعني مثلا انا اتضايقت في مباراه منتخب النيجيري ان كان الاربعه اربعه سنتر باكس، حمد عبد المنعم يمين وايمن اشرف على الشمال والاثنين حجازي والونش، كانت تقيله لما تقيل. المره دي بقى في مباراه كوت ديفوار قلقان منها من الحته اللي انت قلتها دي، ان الاثنين برضو هجوميين، فتوح وعمر كمان عبد الواحد الاثنين هجوميين جدا، فنتعامل ازاي ان احنا نربطهم؟ لازم فاهم لازم واحد يوقف واحد يطير لو هتتقدم. يعني محمود كان لسه بيتكلم وبيقول شاعر في كونان ده رهيب. الناحيه الثانيه الباك رايت احنا ناسين هو مين، هو سيرجي اوريه طبعا، هو يعني بخبراته وبتقله توتنهام فيا ريال في الاخر انت بتتكلم بالظبط، فانت بتتكلم في لعيبه تقيله جدا وكواليتي عاليه جدا، اجنحه وهجوم قوي جدا، فطول وفرانك سيف نص الملعب، فطول الوقت انت لازم تكون الماتش ده معمول بحساب، منظومه دفاعيه قويه ومحكمه جدا وتحولات مظبوطه على المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها دي. هو ده او الف به ماتش زي ده، ما تندفعش ما تجريهمش ابدا، اكسر الريتم زي منتخب تونس طول الوقت، يعني غلس يا كريم على قد ما تقدر الماتش، فاولات كتير، اتحكم في الريتم، امسك الكوره، هو ده اللي انت عايز تعمله في الماتشات دي. هتفتح الملعب هتزعل لان فرق السرعات وفرق القوه والبنيه الجسمانيه كبير جدا. صح.